يغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة السبت متوجها إلى واشنطن تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء مباحثات ثنائية لتعزيز العلاقات وبحث القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه قال رئيس الغرفة الأمريكية أنيس أكليمندوس للمصر اليوم إن زمن الاعتماد على المعونات انتهى ونعيش في زمن المكاسب المحققة وأن مصر حققت خطوات إصلاحية خاصة بتعويم الجنيه الذي سيكون له مردود إيجابي في زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر الفترة المقبلة. أستاذ مصباح، ما قرأتك مبدئيا لأول زيارة رسمية للرئيس إلى الولايات المتحدة؟ والشق الثاني من سؤالي، ما تعليقك بشأن حديث رئيس غرفة أو الغرفة الأمريكية بأن زمن المعونات انتهى؟ النقطة الأولانية، احنا عندنا فرصة جيدة جدا، لا يزال في إدارة يعني ترامب قدر عالي جدا من الاهتمام بمحاربة الإرهاب اللي هو هدف أساسي من أهداف الدولة المصرية، دفاعا عن هويتها وعن شعبها وحضارتها، ودفاعا حتى عن المنطقة، وربما أقول ودفاعا عن الإنسانية. لكن زي ما يمكن سليمان شفيق قال امبارح، والنقطة دي الحقيقة شغلة ناس كتير، أظن أنها واصلة للدوائر السياسية في مصر، أنه ترامب الذي سيلتقيه السيسي، يعني إيه، ليس هو ترامب الذي التقاه قبيل الحملة الانتخابية زي ما احنا فاكرين، لما كان شافه وشاف كان ساعات عمال يدي وعود، لكن دلوقتي هو شوية محاصر إلى حد كبير حتى من بعض الناس في صفوف الجمهوريين، فعنده موقف صعب في السيطرة على دفة القيادة في أمريكا. وعشان كده سمعنا في اليومين دول أنه في تردد أو ربما تراجع من الإدارة الأمريكية عن اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، مع أن أنا حتى سمعت مباشرة من أطراف في الولايات المتحدة لما كنا هناك من فترة، وكان وليد فارس قال أكثر من مرة أن ده شيء مهتم به جدا ترامب وإدارته. فيعني إيه، لازم نراعي ده عشان نحقق مكاسب واقعية في اللقاء. طبعا اللقاء هيشمل جوانب أخرى غير مكافحة الإرهاب، وهي المشاكل في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن، مع التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويمكن كلام الأستاذ أنيس في موضوعه تماما، الحقيقة أنه من بدري كان مفروض أنه موضوع المعونات ده يبقى برانا، لكن في دوائر في الدولة المصرية ربما منذ نهاية أنور السادات وحتى اللحظة دي بتعتقد أنه المعونة مبلغ تافه ولا يشكل نسبة ذات بال من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، بس هي إيه، عنوان على علاقة خاصة، وده من مصلحتنا. الدوائر دي بتقرا كده يعني. أنا بعتقد أنه الشعب المصري في مجمله ضد المعونة الأمريكية، وهو مع علاقة فيها ندية وفيها تعاون يحقق مصلحة البلدين، ومع استثمارات مباشرة في المجالات اللي طبعا مصر أنها بتحقق يعني إيه الرفاه والتقدم لشعبها. وظني فعلا أنه كمان الإدارة الأمريكية بتقول أن احنا هنبطل ندي معونات وهنقلل الإنفاق في الخارجي ده اللي بالنوع ده، فدي فرصة كويسة لينا أن احنا نبدأ نحط نفسنا على مسار الاستغناء عن المعونات، أي معونات بقى من أمريكا، من الخليج، من أي بلد، ونهتم بتنمية بلدنا من خلال الاستثمار الوطني أولا ثم العربي والأجنبي.